عندهم سحر العيون، اكتر 6 ابراج تبص في عيونهم تحس ان انت اتفتنت، تبقى عايز تبص تقعد قدامهم كده بس مجرد ان انت تتفرج على عيونهم وعلى جمالها وعلى الكلام اللي بتخبيه عيونهم وهم بيحاولوا يداروه، بس عيونهم بتفتحهم. قبل ما اقول لكم 6 ابراج دول، ندخل نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول برج معانا هو برج الدلو. برج الدلو من اكتر الابراج اللي عيونها فتحاها، حضرتك ممكن تقعد قدامها او قدامه تبص بس في عيونهم تعرف كل حاجة، تعرف ايه اللي جواه، تعرف هو زعلان، هو فرحان، هو مبسوط. كمان هما بيتميزوا بجمال العيون وتحس ان عيونهم كده ساحرة بتجذبك، بتبقى مش قادر تبص لحد تاني. يعني اللي عنده حد من برج الدلو او يعرف حد من برج الدلو هيعرف كلامي ده، وهيبقى فاهم هو قد ايه بيبقى مستمتع ان هو قاعد يبص في عينه او في عينها. من اكتر الشخصيات شخصيات الابراج برج الدلو. كمان عنده حاسه سادسه، فلما بيقعد قدام حد بيديله طاقه ايجابيه وبيديله راحه نفسيه، بحيث ان هو بيستقبل حتى لو اللي قدامه عنده شحنه عصبيه او عنده طاقه سلبيه، برج الدلو بيعرف يمتصها وبيعرف يحول الشحنه السلبيه دي لشحنه ايجابيه جدا، ويخلي الانسان في حته تانيه بمجرد ان هو بيبص في عينه، بمجرد ان هو قاعد قدامه. لو انت قاعد قدامك حد من برج الدلو بيحبك، بيبقى كشفك من جوه، بيبقى شايفك، بيبقى زي جهاز الاكس راي كده، بيبقى شايف الانسان اللي جواه ده، هو شايل له حب، شايل له كره، بيفكر في ايه، هيعمل ايه، هيتصرف ازاي. برج الدلو من اعلى الابراج اللي عندهم حاسه سادسه، وبيبقوا كاشفين الناس اللي قدامهم، كاشفين اللي جواهم، لدرجه ان هو هتلاقيه بيتصرف بناء على اللي شافه جوه الانسان اللي قدامه، بيتصرف وبياخد قراراته بناء على حاجه هو ما شافش تصرف واضح، لكن هو شاف اللي جواه او حس باللي جواه، هو هيعمل ايه وهيتصرف ازاي او ناوي على ايه، هو بيبقى كاشف الانسان اللي قدامه كده. فبرج الدلو من اكتر الابراج اللي عيونهم ساحره وعندهم حاسه سادسه عاليه جدا، يقدروا بالظبط زي ما بيقولوا كاشفين الغيب، تبص كمان في عيونهم تعرف كل حاجه. برج الدلو لو كدب عليك هتعرف من عينيه، برج الدلو لو فرحان هتعرف من عينيه، لو زعلان هتعرف من عينيه، مجرد ان انت هتبص له ملامح عينه نفسها بتتغير. تاني برج معانا هو برج الحمل. برج الحمل من اكتر الابراج اللي يعني اللي تقدر تعرف كل اللي جواها من نظرات عينيها. هو برج مش متكلم، ما بيعرفش يعبر عن اللي جواه، لكن لو انت قريب منك حد من برج الحمل او بتحبه او انت عارفه كويس جدا، لو بصيت في عينه هتعرف هو ماله، متضايق، مبسوط، زعلان، مهموم، بيفكر في ايه. برج الحمل من الابراج اللي هي ما بتبطلش تفكير اصلا 24 ساعه. لو هو قاعد قدامك وانت قريب منه او بتحبه هتعرف هو بيفكر في ايه، وخصوصا لو برج من الابراج اللي عندها حاسه سادسه، لان الحمل من الابراج اللي عندهم حاسه سادسه، فلما بيقعد قدامه بقى حد عنده حاسه سادسه كمان بيبقوا بالظبط زي جهاز كشف الكذب، الاتنين مش ممكن يعرفوا يكذبوا على بعض. ده بيبقى قاري من جوه وده بيبقى قاري من جوه، فبيبقوا كاشفين بعض جدا بصورة عالية وبشفافية مش طبيعية، لدرجة ان هما ما بيبقوش يعني مصدقين ان ده طبيعي. انت ممكن لو قاعد قصادك حد من برج الحمل وانت بتحبه او انت قريب منه او حاجة، بتبقى عارف هو بيفكر في ايه، ممكن تبني تصرفاتك بناء على تفكيره، ان انت عارف هو بعد كده هيعمل ايه، قدام شوية هيتصرف ازاي، هيقول لك ايه اللحظة دي، هو جاي لك دلوقتي وعايز يقول لك ايه. هو ممكن ما يقولهوش لكن انت تقراه في عينه. برج الحمل من اكتر الابراج اللي هو ما بيعرفش يتكلم، لكن انت بتعرف تطلع من جواه كل حاجه لو بصيت في عينه. برج الحمل كتوم جدا، ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، ما بيحبش يعبر كمان عن مشاعره، فلو حد بيحبه هيقدر يعرف كل اللي جواه بسهولة جدا من نظرات عينيه. وهم كمان من الأبراج اللي عينيهم ساحرة
بقوتها، عندهم نظرة قوية كده يعني عكس الدلو. الدلو دايما نظرته رومانسية، لأن الدلو دايما برج هوائي، فدايما نظرته ساحرة بالرومانسية، بالهدوء، بالليونة كده. الحمل بقى لا، الحمل بالقوة، تحس إن أنت قاعد مع شخصية قوية، بس في نفس الوقت لو انت قريب منها هتعرف كل حاجة من نظرات عينيها، هتعرف كل الكلام اللي هي عايزة تقوله بمجرد ان انت تبص لها في عينيها، ما تبقاش قادرة تحكي لك، لكن هي هتبص لها هتعرف كل حاجة. تالت برج معانا طبعا هو برج الحوت. طبعا برج الحوت من الابراج اللي عندها سحر العيون، عيونهم جميلة جدا، عيونهم بتتكلم. دايما تلاقي برج الحوت بمجرد ان انت تبص في عينه هتعرف كل حاجة، هتعرف هو ايه اللي مخبيه، ايه اللي مضايقه، وتقول له انت مخبي حاجة، انت فيك حاجة مش عايز تقولها. هو طبعا برج كتوم جدا جدا جدا، ومش بالسهل ان هو يحكي، لكن هو في نفس الوقت برج عينيه فاتحة، عيونهم جميلة جدا وفيها سحر جذاب جدا، وممكن وانت قاعد معاه ما تبقاش عايز تعمل اي حاجة ان انت تبص لعيونهم كده، تقرا كل حاجة فيهم. الابراج اللي هي كمان عندها حاسه سادسه، دول من اعلى الابراج اللي تقدر تكشفهم من عينهم. برج الحوت طبعا من الابراج اللي عندها حاسه سادسه وتقدر من عينه تكشفه، هما بيبقوا حساسين جدا جدا، فمجرد ان انت تبص في عيونهم بتعرف كل حاجه، بتعرف ايه اللي مستخبي، بتعرف هو عايز يقول لك ايه وهو من غير ما يتكلم، بتعرف هو ناوي يعمل ايه وهو قاعد قدامك كده، وايه اللي جواه وهو ما نطقش. فبرج الحوت من الابراج العاليه جدا برضو في نسب سحر العيون. بعد كده معانا برج العذراء. برج العذراء كمان برج ما فيش حد في برج العذراء عينيه مش حلوه. شوفوا كده اي حد من برج العذراء هتلاقوه عينيه فيها قوه وفيها حيويه وفيها سحر كده، تبقى انت عايز يعني تفضل قاعد باصص له كده، ايه الجمال ده، ايه العيون الجميله دي. برج العذراء 90% منهم بتكون عيونهم حلوه، خلاف طبعا الشكل العام، ممكن يكون الشكل العام مش مثلا ملكه جمال او ملك او حلوه قوي او حاجه كده، لكن لازم هتلاقي عيونها جميله وعيونها ساحره، حتى لو ما فيهاش حاجه حلوه خالص فهي هتلاقي عينيها احلى حاجه فيها، عيونهم بتتكلم من غير اي كلام. عيون برج العذراء دايما جميله، دايما تلاقوا حد برج العذراء عينيه حلوه جدا. والبرج اللي معانا بعد كده هو برج الاسد. برج الأسد من الأبراج اللي عندها قوة جامدة جدا جدا، وعندها تحس ان هو كده القوة بتاعته في عينه، تحس لما تشوفه كده تحس ان انت حد شايف حد. بس انا معلش انا نسيت اقول قبل برج الأسد برج العقرب، انا سقطت معلش الحتة دي، قبل برج الأسد برج العقرب. برج العقرب من الأبراج العالية جدا 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 في سحر العيون، راجل أو ست عيونهم بتفضحهم، وتقدر إن أنت تقعد قدامهم تبقى يعني باصص بس لعيونهم. كل الأبراج اللي بقول لكم عليها دي سحر العيون، إن أنت تبقى قاعد قدامهم بس باصص لعيونهم، باصص لطريقة كلامهم، باصص للبادي لانجوج بتاعتهم طالعة إزاي، كلها هتلاقيها عن طريق عيونهم، بيتكلموا بعيونهم. لو هو ما نطقش خالص قدامك او ما نطقتش خالص قدامك، فهو كفايه ان انت تبص في عينه وتعرف كل حاجه، تبقى كاشفه كده. وهو نفس الوقت برج العقرب بيبقى كاشف الناس اللي قدامه، وبيبقى عارف الشخصيات اللي قدامه من عيونهم. برج العقرب لو بص في عين اي حد هيعرف الشخص ده جواه ايه، الشخص ده جواه حب، جواه كره، جواه زعل، جواه حزن، جواه ايه. برج العقرب من الابراج اللي ما بتاخدش بالمظهر ابدا، هو بياخد الانسان من جواه، زي برضو جهاز كشف الكذب كده، بيقعد الانسان قدامه يعدي عليه كده زي الجهاز كشف الكذب، بيعرف كل حاجه عنه ويعرف ايه اللي جواه
إذا كان حب ولا شر، إذا كان كره، إذا كان خير، بيقدر يعرف كل حاجة لو بص في عين حد، ولو حد بص في عينه. بس لازم اللي يبص في عيون برج العقرب يكون حد قريب منه بيحبه علشان يعرف اللي جواه. لكن لو حد ما بيحبوش، أو حد في بينه وبينه شد أو كره، مش ممكن تعرف أبداً توصله، لان هو بيكون حاطط هاله كده قدامه، ما حدش يقدر يوصل له ابدا الا للناس اللي بتحبه. برج العقرب من الابراج، لو هو بيحبك هتقدر تعرف كل حاجه من عينه، هتقدر تقراه من عيونه. لكن لو انت شخص بالنسبه له مش محبوب، او مش مرحب بيك، او مش مرحب بوجودك في حياته، هيبقى حاطط كده سد بينك وبينه، مش ممكن تقراه ولا حتى تقدر توصل هو بيفكر في ايه، ولا تقدر تتخيل حتى هو بيفكر في ايه. فبرج العقرب برضو من الابراج العالية جدا معانا في المركز الخامس. المركز السادس برج الاسد. برج الاسد قوته في عينه، قوته في نظرة عينه. برج قوي جدا جدا جدا، وقد ما هو قوي قد ما نظرة عينه قوية، فده بيخلي عيونه جذابة، عيونهم جذابة جدا برج الاسد، وكلها قوة وطاقة، وفي نفس الوقت كلها حنية وطيبة. برج الاسد برج طيب جدا جدا جدا، واللي في قلبه على لسانه ما بيعرفش يجامل، فهو على طول عايش بعفويته، عايش بسعادة كده. دايما تحس ان برج الاسد ده طيبته وحنيته باينة في عينه، باينة في نظرات عينه، باينة في تصرفاته. هو طيب وحنين جدا جدا، ويقدر يحتوي اللي قدامه، بس محدش يجي عليه. يعني برج الاسد من كتر ما هو طيب وحنين بيبقى خايف على نفسه جدا، وخايف على مشاعره، وخايف على قلبه، فدايما هتلاقوه بيظهر بمظهر القوة والجبار، وان هو جبار، وان هو محدش يقدر يجي جنبه، وان هو يعني اسد في نفسه كده. لكن بمجرد ان انت تقعد معاه وتبص في عينه تعرف كل حاجة، تعرف هو قد ايه طيب، تعرف قد ايه حنين، تعرف قد ايه هو انسان بسيط قوي قوي قوي، وبس هو حاطط الهالة دي حوالين نفسه علشان محدش يأذيه او يأذي مشاعره. برج الاسد عيونه ساحرة جدا بسبب قوته، وبسبب طيبته اللي بتظهر في عينه. تخيلوا ان حد مع القوة الجامدة دي طيبة جامدة قوي تظهر في عينه. فبرج الأسد من الأبراج اللي برضو عندها سحر العيون، وعيونهم فعلا ساحرة. احنا قلنا دلوقتي الدلو والحمل والحوت والعذراء والعقرب والأسد، 6 أبراج على الإطلاق يتميزوا بسحر العيون. تقعد قدامهم كده مش عايز تعمل أي حاجة غير إن أنت تبص في عينيهم، عيونهم بتتكلم، تعرف اللي جواك، وتقدر تعرف اللي جواهم بمنتهى السهولة. يا رب تكون قراءتي ليهم عجبتكم، وأتمنى تقولولي كل واحد برجه إيه، ولو حد يعرف برج من الأبراج اللي أنا قلتها يطبق عليه الكلام ويقولي الكلام صح ولا غلط. تحياتي ليكم وإلى اللقاء.